السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا ينتهي الجدل القائم حول المكملات الغذائية ومدى أهمية الاستعانة بها في تقوية صحتنا، فغالباً ما يشد انتباهنا عبوات ذات شكل أنيق معروضة للبيع في الأسواق والمحلات التجارية والصيدليات، عبوات مدون عليها خلطة فيتامينات تساعد في الشعور بالراحة والقوة الفيزيولوجية. في هذا المقام سنتحدث عن آلية انتشار المكملات الغذائية في الآونة الأخيرة، وما هي المشاكل الصحية التي قد تحدث جراء الإفراط في تناولها، وعلى أي أساس يضع الموزع سعر تكلفتها. للإجابة عن هذه التساؤلات نرحب بالدكتورة السيدة وردة جراد، مختصة في التغذية. أهلا بك سيدتي. أهلا بك سيدتي، شكرا على هذه الدعوة. أهلا بك. وأيضا السيد سفيان الواسع، ممثل على المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك. أهلا بك سيدي. وبك أهلا، شكركم على هذه الاستضافة. كما أرحب أيضا بالدكتور سمير كبور صيدلي. أهلا بك سيدي. أهلاً. شكرا للدعوة. شكرا. قبل الغوص في النقاش نتابع الروبورتاج الذي أعدته زميلة كاتي عباد، ثم نعود إلى النقاش. في كثير من الأحيان ينصح الأطباء مرضاهم وحتى الرياضيين باللجوء إلى المكملات الغذائية تجاوزاً لحالات مرضية عابرة، فما هي هذه المكملات ومتى يتم اللجوء إليها، وما هي فوائدها وما خطرها؟ على الزبون تاعنا بيان سيغ نشوفوا إذا عنده أعراض، إذا عنده أمراض، إذا عنده حساسية من مضافات غذائية، ولا نشوفوا وش ما يحملش. يعني كاين دي جون ما يحملوش الجلوتين، ما يحملوش الحليب، السكر تاع الحليب اللي هو اللاكتوز، عندهم حساسية. احنا كي نعرفوا اللي إذا عنده مرض ولا ما عندوش ولا عنده حساسية، سواء كان الناس عندهم السكر بيان سيغ، حنايا كاين دي كومبليمون، كاين مكملات غذائيه ما فيهاش مضافات غذائيه وما فيهاش اللاكتوز وما فيهاش الجلوتين، يعني تساعد الاحتياج نتاع الزبون تاعنا بيان سيغ. ولمعاينة مدى احترام التجار لمعايير السلامة لبعض المواد والمنتوجات الطبيعية من مكملات غذائية ومستحضرات طبية وتجميلية، رافقنا فرقة أعوان مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش في خرجة ميدانية. الأعشاب، أعشاب مكملات غذائية، زيوت طبيعية. زيوت. طبيعية 100%. بالنسبة للمكملات الغذائية واش تبيعوا فيها مثلا؟ واش دير هذه المكملات؟ المكملات الغذائية تزيد يعني تزيد في الوزن. بالنسبة لبعض الأمراض كيفاش تعرف هذا؟ تعمل الإنسان لما يقول لك هكذا عندي مرض وتعطي له مثلا، واش تعطي له؟ هو يكون جاز على طبيب. هو تكون عنده معلومة من قبل، راه جاز على طبيب وراه بالك دوك دا دواء، خذا دواء دوك، هو يشوف يبقى باللي عنده السطر ما كملش بالك في الدواء تاعو، يحب يجرب حاجه واحده اخرى. الاعشاب كي دخلنا وقلنا له عطينا السجل التجاري، عنده ان كود سبيسيال زياده فيه مواد شبه صيدلانيه، باغا ميديكال باغا فارماسوتيك بلوتو، صافيك يقدر يبيعها على شكل اقراص، على شكل هلام، على شكل سائل، على شكل يقدر يبيعها. اه، وما الاكونديسيون ما لازمش يكون فيها ادعاءات علاجيه، ما يكونش مكتوب فيها يعالج ولا يداوي، باسكو سي با ان ميديكامون، سي ان كومبليمون اليمونتير. تعرف المكملات الغذائية إقبالا كبيرا لدى المستهلك الجزائري، غير أن العارفين بهذا المجال ينصحون بضرورة الحيطة والحذر في تناولها. فيه مرسوم تنفيذي والمتعلق بإعلام المستهلك فيما يخص كل البيانات الضرورية اللي لازم تكون موجودة في الوسم، واللي تنبه المستهلك، واللي لازم على المستهلك أنه يقرأها، وهي حق من حقوق المستهلك. يتجه الرياضيون بدورهم إلى هذا النوع من المستحضرات الطبية حفاظاً على لياقتهم البدنية وتحقيق أهدافهم التنافسية، خاصة عند رياضي كمال الأجسام. لوبجيكتيف تاع لو سبورتيف نقولوا حنا حاب يدخل كومبيتيسيون، لازم له المكملات الغذائيه، ولازم حتى تحت اشراف تاع نقولوا حنا الطبيب، يكون طبيب مختص، طبيب مختص في الرياضه. المكملات الغذائيه ماهيش حاجه سهله،
ما راناش نتحدثوا على نقولوا حنا مكمل غذائي كيما واي بروتين. لا واي بروتين الانسان يقدر ياخذها ما كاش اشكال، مي بصح الا دوك نولوا فيه مكملات اخرى نقولوا حنا نقولوا حنا ديسي 6 شهور يدخل كومبيتيسيون، هنا راح يدخل في ريجيم غذائي يعني صعب جدا. لازم المكملات الغذائيه يكونوا تحت اشراف طبيب، ما يكونش يديرهم وحده، وتحت اشراف ثاني كيكون كيفاش يقول لك لو كوتش، يكون ثاني كوتش سبورتيف مختص في هذا لا سبيسياليتي هذه. ناخذهم ما يعني بور بالي لو مونك تاع لا نوتريسيون، سي دي كومبليمون اليمونتير ملاح للصحه، وما يعني سي او لو دو بروندر زعما لي بروتيين طبيعيين تاخذيهم سو فورم دو كومبليمون اليمونتير. كاين اللي ياخذوا زعما الدوباج ولا هذوك تاع لي بيكور ولا هذوك كاع معروف عندهم معروفه بلي سي دونجور بور لا سونتي. Mais sinon, les compléments alimentaires, il y a des médecins qui sont bien. Les nutritionnistes ou les coachs sportifs. La salade. الفكرة العامة في المجتمع تاعنا حنايا بشكل عام داو نظرة خاطئة بزاف على المكملات الغذائية. شوفي كاين فرق كبير بين المكمل الغذائي وبين الهرمونات الستيرويد. كي نجيو نشوفوا حنا واش معناتها مكمل غذائي، من الاسم تاعو باين هو مكمل غذائي، يكون عندك حمية غذائية. واش ينقصك من فيتامينات وبروتينات نكملوهم بالمكملات الغذائية. وهاد المكملات الغذائيه المصدر تاعها طبيعي، ماشي مصدر زعما هرمونات او عفسه اصطناعيه ولا يعني عفسه تكون امنه للاعب. لكل شيء حدود في استعمالاته، فان زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده، واستعمال المكملات الغذائيه ينبغي ان يخضع لقواعد تجنى من خلالها الفوائد ونجتنب الاضرار. إذن هذه المكملات الغذائية التي تباع والتي باتت تباع وتسوق على شكل حبوب أو حقن وحتى يعني على شكل مساحيق، اليوم يروج لها عبر العديد من قنوات الإعلام ووسائل أو شبكات التواصل الاجتماعي، وتعرض في الكثير من نقاط البيع حتى في الأسواق الموازية أحيانا. هل هذه المكملات الغذائية تعني بالضرورة أنها مستحضر آمن؟ هل التعامل معها مثل التعامل مع الأدوية، سيما وأن البعض منها ارتبط في الآونة الأخيرة بزيادة في الإصابة ببعض الأمراض؟ السيدة جراد، يعني كي نجو نبداو من الاول يعني نعرفوا مكمل الغذائي، يعني كي نعرفوه في اللغه العربيه مكمل غذائي سيتادير حبي يقول يكمل شيء ناقص. دونك المشكله راهو هنا، الغذاء كي يكون ناقص هنا تولي عندهم مشاكل اعراض، نقص في الفيتامينات، نقص الحديد، الزنك الى اخره. يعني نكملوا المكملات الغذائيه، ولكن هناك نوعين من المكملات الغذائيه. يعني هناك النوع الاول اللي يقول لك مكمل غذائي نكملوا النقص في الفيتامين ولا في الاملاح المعدنيه، كما قلنا نقص الحديد ولا الزنك ولا المغنيسيوم، هذه المكمل يعني النوع الاول من المكملات الغذائيه. وهناك النوع الثاني اللي هي مكملات غذائيه كما رانا نشوفوا هذوك في الاسواق، يقول لك هذا المكمل الغذائي سو فورم دو تيزان باغ اكزومبل ولا تزيد في زياده الوزن، ولا العكس هذا ينقص في الوزن سو فورم كما قال دو بلانت ميديسينال. يعني هناك نوعين من نعم هناك يعني نوعين من المكملات الغذائيه. هنا الانسان يعني لازم مقبل ما ياخذ المكملات الغذائيه، يعني مقبل كانت ما يعرفوهاش الناس وما يتناولوهاش. هناك مكملات غذائيه يعني ربي سبحانه خلق الخضر والفواكه، ولكن الان رانا نشوفوا يعني الناس ولات نسات هذا النظام الغذائي القديم طبيعي. ولات تتبع يعني نظام غذائي جديد اللي هي الطريقه الاوروبيه ولو طريقه الطبخ. ما عندهمش الوقت، ما نساوش الناس دوك طريقه العمل والسرعه في العمل، ولات ما عندهاش الوقت حتى باش تطبخ ولا باش تقشر الخضره يعني ودير. لانه لو كان كانت يعني هاد الناس تتناول الخضر كما يلزم يعني يوميا فيها يعني جميع الفيتامينات، ولكن كاين حالات للإنسان يكون مريض عنده فقر الدم، عنده يعني مونك دو كالسيوم، هنا لازم يعني الشخص يلجأ إلى هذه المكملات الغذائية، ولكن دائما نقوله تحت استشارة الطبيب. سيدتي، لكن يعني ما هو ملاحظ يعني في الآونة الأخيرة أنه كثير من المواطنين يتناولونها دون يعني استشارة الطبيب، دون استشارة الطبيب
أو وصفة طبية يشترونها هكذا يعني. يعني يشترونها. كيف تفسر يعني هذا؟ هل هذا تصرف سليم؟ يعني هذا تصرف غير لائق، لأنه الإنسان مقبل ما يأخذ أي مكمل غذائي قادر راهو يزيد في الدوزاج، يعني يكون عنده أن سور دوزاج. أول حاجة يعني الطبيب المختص يعني يطلب من المريض إنه يقوم بالتحاليل الطبية، كالسيوم ولا الفيتامين دي ولا على حساب الأعراض اللي يكون عنده يعني الشخص. إذا كان عنده أعراض فقر الدم يعطي له تحاليل طبية وفق يعني مرض فقر الدم، يعني يشوف لفناس، يشوف الفير سيريك تاعو، نسبة الحديد اللي كاينة في الجسم تاعو، وعلى حسب النتيجة تاع التحاليل الطبية هنا يقدر من بعد يعطي له الدوزاج اكزاكت تاع شعل لازم تاخذ لو فير، تاخذ حبه في النهار، تاخذ باغ اكزومبل شعل من مده شهر شهرين على حساب يكون عنده النقص. يعني التحاليل الطبيه هي اول حاجه يعني يطلبها الطبيب من المريض، ومن بعد كيشخص المرض هنا في هذه الحاله يعطي له الفيتامين اللازم، مكمل غذائي. ولكن المشكل يكمن، ما نقولوش ناخذ مكمل غذائي خلاص رانا الجسم تاعنا راهو خدا لا كونتيتي اكزاكت. كاين مشكل اخر يعني في طريقه، لانه ناخذ المكمل ولكن يقدر يكون هناك مشكل انه هذاك المكمل لا يمتص من طرف الجسم. هنا سؤالي يبقى مطروح، وعلاش اني ناخذ لو كومبليمون، ناخذ لو فير، ناخذ لو زاك، ناخذ ولكن لا يمتص؟ هنا يعني السؤال هنا، يعني كاين الناس يعني ياخذوا المكملات ولكن يقعد دائما عندهم نقص في الحديد. هنا السؤال وعلاش؟ لانه هناك معادن ثقيله في جسم الانسان لتكبح امتصاص هذا الفيتامين. معادن ثقيله هذه وين نلقاوها؟ باغ اكزومبل الرصاص ولا الالومنيوم ولا معادن ثقيله هذه نلقاوها حتى يعني في سوء التغذيه، في طريقه الطبخ، نحكموا صح، ندخلوه في الميكرووند، نسخنوا في الميكرووند، نستعملوا ورق الالومنيوم في الطبخ. يعني هناك عادات سيئه اللي ولينا يعني حاضرا نستعملوها في طريقه الطبخ ولا في طريقه الاكل تاعنا، اللي ولات تؤدي الى انتاج مواد سامه اللي هي كيما المعادن الثقيله، الرصاص، الالومنيوم اي توسا، اللي تخلي الشخص كو مالغري راهو يتناول الحديد، يتناول الزنك، يتناول الكالسيوم، ولكن المشكل تاعو ما يكونش ممتص. نعم سيدتي. سيد كبور، يعني لاحظنا ايضا ان المواطن يقصد المحلات التجاريه بما في ذلك الاسواق الموازيه لشراء او اقتناء مثل هذه المنتوجات المكملات الغذائيه دون الصيدليات. هل هذا راجع يعني لسعر التكلفه، في فرق بين في الاسعار في المحلات والصيدليات ام لا؟ لا، هي في الحقيقه غالبا المكملات اللي تكون موجودة في المحلات هذه ما هيش هي اللي موجودة في الصيدليات. ليست نفسها. ليست نفسها. يعني غالبا ما كما شفنا في الفي تي ار مثلا في هذيك تاع الرياضي، يعني تاع الرياضة المكملات اللي فهي محلات متوجهة الرياضيين، وهاد يعني المكملات في الصيدليات غالبا ما تكونش، تكون في هاد المحلات عندهم لوغ بروبر ريزو، يعني اللي يجيبوا منه لهذه المكملات ويقتنوه الرياضيين فقط. وكاين فقط، وكاين محلات اخرى كما شفنا في دائما في الفي تي ار هذاك، يعني محلات خرجت مؤخرا ما كانتش بكري في القديم. يعني الى شفتوا كان اسكون ابل ليربوريست، يعني اعشاب في الحقيقه القانون في الجزائر واضح. الاعشاب الطبيه هذه يقدر الايربويس اللي يكون عنده يعني مهنه من زمان اكسيتيرا، ولو في الحقيقه ما كانش اون فورماسيون سبيسيفيك لهادشي، لكن كاين بعض لي زيربوريست لي دوك ايزون ديسباروا ان بو، نقصت بزاف في هذه المهنه، كانوا يبيعوا الاعشاب متفرقه ماهيش متخلطه، ما كانش خلطه او يعني تحبي تشري عشبه مثلا، كاين عشابين يعرفوا الاعشاب الطبيه متمهنين فيها، خبراء فيها، وهذه موجوده في كل بلدان العالم، يعني سكون ابل دي زيربوريست، بصح تشريها متفرقه، يعني تشري الزعتر مثلا وحده كل حده ما كاش، يعني ما يتو بروبوز با خلطه باش تداوي مرض معين. صادير يا با داليغاسيون، يا با ادعاء يعني لمعالجته، يقول لك باللي هذه النبته مليحه لهذه هذه الى اخره. وهذا الأعشاب الطبية اللي يقتنيها الإنسان على شكل تيزانات أو إلى آخره،
يعني ما تكونش الى درجه الخطوره اللي نعرفوها في المكملات، اللي المكملات هي في الحقيقه تكون غالبا ما تكون خلطات، ثانيا تكون يعني كونسنتري يعني التركيز تاعها اعلى. إذا التعامل مع المكملات ليس نفس التعامل مع الأدوية. نعم، لا يجب. هي في الحقيقة هنا نعودوا يعني الفراغ القانوني في الجزائر. قبل التطرق فقط سيد كبور إلى الفراغ القانوني، أوجه السؤال فقط للسيد الواسع، هل هناك مكملات يعني مجهولة المصدر أو التركيبة تباع على مستوى أسواقنا في الجزائر، خاصة وأن السوق الوطنية باتت اليوم مفتوحة يعني بالنسبة للمنتجين وحتى المستوردين لهذه المكونات؟ في ظل كل هذا، هل عملية البيع مثلا والتوزيع والإشهار حتى لهذه المواد تستند إلى إطار قانوني تنظيمي وما؟ نعم، يعني صراحة وجب الحديث يعني في هذا المجال، وجب التفرقة بين المكملات الغذائية والأدوية. إن كانت في أسواقنا بما يسمى لوتوميديكاسيون، أي الناس راهي تاخذ أدوية ومضادات حيوية دون استشارة الطبيب وتباع على مستوى الصيدليات، فما بالكم بالمكملات الغذائية والتي أصبح يروج لها عبر إشارات على أنها دواء ناجع. يعني أنا لما نلقى مكمل غذائي ربما نلقاه في اليافطة نتاعو أو في الوصفة نتاعو دون استشارة طبية، كأنه الدواء النهائي لبعض المشاكل اللي يتعرض لها الإنسان. ما نذكروش حتى الأعراض الجانبية في هذه المكملات الغذائية. القانون في الجزائر المكملات الغذائية مش نفس القانون اللي يطبق على الأدوية. نعلم أن هناك بروتوكول وجب يعني أخذه عفوا بعين الاعتبار، وهي التجارب السريرية. هناك بعض الأدوية والتي تمر بتجارب سريرية تمتد إلى مدة 10 سنوات حتى يتم تسويق المنتج، بينما المكملات الغذائية تسوق إلا عبر رخصة على مستوى وزارة التجارة وتعطى له رقم الحصة. هذا فيما يخص المكملات الغذائية التي تباع بطريقة قانونية. هناك بعض المكملات الغذائية والتي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك يعني حتى بعض القنوات الإعلامية كذلك. نعم، قنوات إعلامية أصبحت تروج لها لدقائق ودقائق كأنها برمجة. يعني سبحان الله، يعني الإنسان يعني لما يفتح التلفاز نتاعه وفي أوقات يعني خاصة جايين مع شهر رمضان، يعني الناس يعني أصبحت هذه الإشهارات أصبحت موضة، يعني كأنه هذا المكمل الغذائي كاين غير هو إلا لأمراض أخرى تتعلق بالجهاز الهضمي أو تتعلق بالذاكرة. يعني لماذا كلما اقتربت الامتحانات رانا الترويج لمكملات غذائية كأنها لرلك تحفز الذاكرة، وكأنها إلا هي لرلك رايحة تداوي يعني النسيان. يعني رانا شفنا الحمد لله يعني عدد كبير كبير تاع الحاصل على شهادة البكالوريا ومستعملوش هكذا. هو الترويج الإعلامي والمغلط لبعض المكملات الغذائية على أنها دواء ناجع. هناك بعض المكملات والتي تباع دون رقم الحصة، يعني دخلت إما عبر الموانئ أو إما عبر الحدود، حتى في بعض المقاهي تباع أيضا. نعم، يعني نعم كما ذكرت، يعني في بعض مقاهي الشاي أصبحنا نجد عبر الرفوف مكملات غذائية عندها علاقة بالتنحيف، عندها علاقة بفتح الشهية، عندها أيضا علاقة بالمقويات الجنسية. يعني هذه المواد لما نروح ونراقبها نلقاو ما نلقاوش أنه فيها رقم الحصة، لا تحمل رقم الحصة. نعم، ودخلت بطريقة غير قانونية. هناك جانب آخر اللي هو بيع الأعشاب الطبية والتي تكون ربما مواد أخرى موجهة للمكملات الغذائية. فيما يخص الخلطة، يعني الأخ الفاضل تكلم على أنه العشابين، العشاب كانت أبا عن جد، يعني نلقاوهم يعني هذه الممارسة أبا عن جد، ما كانتش كل هذه التعقيدات، لأنه احنا في الجزائر والحمد لله نحوز على نباتاتنا الطبية. يعني زمان لما نتذكروا أن لما نشوفوا يعني الطفل نحيف ولا صغير نحيف كانت يقول لك حضر له الحلبة. يعني هذه مادة موجودة منذ الأزل في الجزائر، آبائنا وأجداد أجدادنا كانوا يستعملوها، عنصر طبيعي يعني فيه كل المركبات، كانت أمور بسيطة. ولكن أمر آخر يعني
قاعة كمال الأجسام، والله لما يدخلوا في تربص وجب أنه تأخذ يعني طبيب مختص أو طبيب مختص في التغذية هو اللي يأخذ بعين الاعتبار، لأنه الإنسان باش يكسب يعني كما نقولوا هاد لاماس يعني مسكولار يعني إنصح التعبير الكتلة العضلية لازموا يعني هذه المكملات، ولكن تأثيرها شديد وشديد جدا لأنها رايحة تتجاوز متطلبات الجسم تاع الإنسان. يعني سبحان الله، الله عز وجل راه عطانا جسم عنده طاقة القصوى تاعو، يعني ما لازمش يعني نتجاوزوها. احنا المشكل هو في الترويج، احنا كمنظمة جزائرية للدفاع عن حقوق المستهلك هو كيفية الترويج لهذه المكملات الغذائية وتغليط المستهلك، لأنه المعلومة في حد ذاتها لا يحوزها المستهلك. لماذا؟ علاش عندنا أخصائيين؟ لماذا عندنا أطباء؟ يعني مستشفيات راهي موجودة عمومية أو خاصة، المواطن يتوجه لأهل الاختصاص هو اللي يمكنه باش ياخذ هذا الدواء. راني قلت لك لوطو ميديكاسيون، الناس راهي تاخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية، يعني وراهم ياخذوا أدوية ب يعني كما نقولوا أدوية مسكنات القوية، رانا نشوفوا راهي تتباع يعني صراحة في مجال بيع الأدوية. أي إنسان يروح يوض أنه ياخذ مسكن ضعيف يروح ياخذ مسكن قوي لمرضى يعني كبار، من بعد نقعوا في الإشكال يعني تاع الأوفر دوز، نقعوا في المشكل تاع التسممات. فما مالكم بمواد يعني رأيتوا باع في رفوف حتى المحلات التجارية القصيرة؟ يعني أنا كنت أقول بالكلمة على الأخ باش نعقب على الكلام تاعو في الصيدلية حقيقة، يعني استهلاك الأدوية بلوطو ميديكاسيون هي موجودة، نعم، بصح ماشي بالشكل اللي راه يتصورونه الناس، لأن في الحقيقة 80% تاع 80% من الاستهلاك يجي عن طريق الوصفات الطبية، نعم، ولا كارتة الشفاء، لأن الناس كاع عندهم شفاء، فقليل وين يجي الإنسان يشتري مضاد حيوي ويكون الثمن تاعو غالي ويشتريه هكذاك بلا وصفة. فأغلب الناس يعني في الحين في الوقت اللي نتكلم فيه يعني في العام هذا والعام اللي فات أغلب الناس يقتنيوا عن طريق الوصفات الطبية. كاين بعض يعني الآباء ولا الأولياء اللي ما عندهمش وقت إلى آخره يروحوا يقتنيوا يعني بعض المضادات الحيوية، ولكن تشكل 10-20%. هذه باش يعني نوضح هذه الأمور، ولكن في مجال يعني باش نولي المكملات الغذائية، المكملات الغذائية هذه المشكل هو قانوني. عندما نشوف يعني كما شفنا المحلات هذيك، احنا في الصيدليات المكملات الغذائيه يعني تدخل عن طريق يعني منظم وفيه فاتورات الى اخره، يعني كاين تراسابيليتي، نعرفوا من المنتوج منين جا والمصدر ويخضع لرقابه الى اخره. يعني وهذه يعني لا ديسبونساسيون، يعني باش نمدوا المكمل الغذائي للانسان تكون تحت رقابه الصيدلي، يعني هو اللي يعني عنده مسؤوليه باش يمد مانيزيوم او فيتامين الى اخره، وراه الدراسه تاعو يعني الكورسوس بالوصفه او بلا وصفه، باسكو في العالم باسره هناك مكملات اللي بالوصفه، نعم، وهناك مكملات يعني سكون ابل كونساي في بلدان العالم باسره، والمريض او اللي يطلب هذه المكملات يعني يدير ثقه في الصيدلي، يعني لانه راه جامعي مختص عنده دكتوراه في الصيدله، نعم، وفي الكورسوس يعني في التكوين تاعو يقراو عن النباتات الطبيه، كاين مقررات تاع النباتات الطبيه، كاين مقررات تاع الفيتامينات الى اخره، نعرفوا يعني المكملات اللي تضر ولما نعطوها، ويعني كي تكون مداخلات مع الأدوية إلى آخره، فهذه تقعد تحت يعني مسؤولية الصيدلي اللي عنده مسؤولية في يعني تقديم هذه المكملات. يقعد المشكل تاع المكملات هي اللي راهي تباع خارج هذه المنظومة الصيدلية، خاصة يعني لتيزان، خاصة لي بلانت، يعني الخلطات تاع لي بلانت ميديسينال، الخلطات الى اخره، هنا لازم يكون تقليد، يعني تقليد كبير باش يعني الاستهلاك يكون بدون خطر.
يعني يعني يكون الاستهلاك تاع هذا المكملات ولا هذه النباتات يكون ما يشكلش خطر على الصحه تاع تاع المواطن. هذا هو هيك. دكتوره ورده، يعني سبق لك في العياده تاعك واستقبلتي مرضى يعني تعرضوا لامراض جراء التعاطي المفرط لهذه، يعني يديروا حتى التناول المفرط لهذه المكملات، ياخذوا جوستومون ياخذوا لي تيزان اللي ينقصوا في الوزن. نعم. يحبوا يعني ينقصوا في الوزن تاعهم، يجوا لعندي انا كطبيبه يعني مختصه في التغذيه ونقوم بجلسات الوخز بالابر الصينيه. نعم. يقولوا لي باللي خدينا بزاف لي تيزان باش نشيانو في لو بوا، بصح لا غالب ما قدرناش نشيانو، رانا دي موا اي دي موا رانا ناخذوا في لا تيزان. ومن بعد كون جو دوموند لو بيلون تاعهم نلقى دي بروبليم مانك دو فير، يبدا يهبط لهم لو فير، لو كالسيوم يبدا يهبط اوتوماتيكمون، المريض ولا المريضه يولي عندها مشكل تساقط الشعر. يعني اول حاجه تساقط الشعر، كيكون عندها نقص في الفيتامين وعندها مشكل يبدا اول حاجه تساقط الشعر، يبدا مشكل في الاظافر تانيك. يسبب لهم حتى امراض يعني في الكليه. Quand on demande le bilan sanguin, on demande l'urée et la créa, نلقاو يعني بلي لوري ولا كريا يعني طالعه بزاف. هنا يتسبب لهم حتى في امراض يعني الكليه. هذه يعني على حساب على حساب التيزان اللي خداتها، باسكو جينيرالمون سي دي تيزان كيما قال لك مخلطين. سي با دي تيزان قالها والزعتر باين، وهو تلقايهم دي تيزان يشروهم من الاسواق، يشروهم فوالا خلطات. يعني طبيبه يعني صراحه يعني فقط يعني هناك يعني امور اخطر من هذا الشيء، لانه تم الترويج لبعض المكملات الغذائيه اللي تحوي مواد كما نقولوا صيدلانيه كما الكورتيكويد، يعني لغرض التسمين. نعلم انه هذه الكورتيكويد تستعمل يعني بمقادير قليله وقليله جدا، ويوصفها لك طبيب الاخصائي في المجال ولمده زمنيه ما تتعداش 4-5 ايام، يعني في الضروره القصوى تتعدى اسبوع يعني، وبمقادير يعني منخفضه. نلقاو انه قاموا بخلطها لغرض انه باش تغير الفيزيولوجيا، يعني فيزيولوجيا تاع جسم الانسان. وهذا الشعبه يعني تعاني من فراغ قانوني. نعم تعاني، مفيش يعني سند قانوني يضبط هذه التجاره او هذا السوق. السيد تبور، كي هضرنا على الفراغ القانوني كي نولوا الأخ هضر على النباتات الطبية. نعم. في المكملات الغذائية في القانون الدولي مثلا نشدوا أوروبا، عندهم قائمة نباتات طبية سلبية وإيجابية. القائمة السلبية هي القائمة اللي ما لازمش تكون في المكملات الغذائية، تدخل في قائمة الأدوية. لأن النباتات الطبية تقدر تكون عندها فعالية الأدوية، ولهذا فأدرجت في الفارماكوبي أوروبيان، يعني الفارماكوبيا الأوروبية أدرجت ضمن قائمة الأدوية، فهي تحوي حوالي 500 نبتة طبية تدخل في القائمة السلبية. القائمة السلبية واش معناتها؟ معناتها النباتات هذه ما يلزمش نصيبوها في المكملات الغذائية. نعم. ما يلزمش تكون اونيكمون في القائمة تاع الأدوية واللي تصرف عن طريق وصفة طبية. هذه هي القائمة. هذا الشيء هذا ما راهش موجود في القانون الجزائري، مازال ما راهش موجود، ولازم يعني تكون يعني جهود باش نديروا قوانين اللي تسمح باش هذا النوع من النباتات الطبيه ما تكونش في المكملات الغذائيه. تكون عندنا قائمه ايجابيه فيها بعض النبات الطبيه اللي ما تشكلش خطوره واللي معروف الاستعمال تاعها يعني في عبر التاريخ الى اخره وعبر التقاليد. هناك نباتات حتى تسبب التسمم. نعم. عبر التقاليد الى اخره معروفه دوليا يعني، وصادقت عليها يعني جمعيه الصحه العالميه. صادقت على هذه القائمه. نعم. منظمه الصحه العالميه صادقت على هذه القائمه ومعروفه، وكاين يعني لجنه دوليه لتراقب هذه النباتات الطبيه واللي يعني موجوده في جميع البلدان. وكل ما علينا فعله في الجزائر هو يعني القانون لازم يكون يعني يدرج في الدراسه ويطبق ويكون قانون اللي ينظم هذا يعني هذا يعني الاطار
تاع المكملات الغذائيه اللي رانا نخدموا بقانون واحد هو يعني 214/2 اللي عنده يعني 10 اكثر من 15 سنه من اللي ندار، وفيه يعني ماده واحده ماده رقم 3 اللي تتكلم عن المكملات الغذائيه بصفه موجزه. وفي الحقيقه المكملات الغذائيه في يعني في القانون الدولي والقانون الاوروبي يعني واسع وشاسع، وفيه يعني مثلا الادعاءات، قانون الادعاءات يعني لازم يكون كما تكلم عن الاشهار المفرط الى اخره والادعاءات الغالطه، يكون قانون يعني يحدد الادعاءات اللي تكون في العلب وفي الملصقات، يكون لا كومبوزيسيون مع لو دوزاج يعني الجرعه الجرعات يكون محدد، تكون يعني بعض الامور القانونيه اللي لازم تكون يعني موجوده في القانون باش الموزعين ولا اللي يصنعوا المصنعين او لي زامبورطاتور. نعطيك مثال، كنا تكلمنا قبل ما ندخلوا في الكواليس على الميلاتونين. الميلاتونين هذه يعني ماده طبيعيه اللي تساعد في النوم اللي عندهم مشاكل تاع النوم، كانت ما كانتش موجوده في الجزائر، وهي كانت على كل حال موجوده في العالم باسره، ولكن في الجزائر مؤخرا ظهرت في الاسواق هذه الميلاتونين، راهي موجوده يعني في الصيدليات تباع. ولكن في القانون الاوروبي مثلا الميلاتونين عندما تكون 2 ميلي غرام يعني في الجرعه 2 ميلي غرام تعتبر دواء، تدخل في قائمه الادويه، توصف بوصفه طبيه. ولكن كي تكون تحت 2 ميلي غرام تكون يعني 1.9 1 الى اخره، تصنف ضمن المكملات الغذائيه، لان الجرعه تعتبر يعني في الدراسات الجرعه تعتبر يعني جرعه اللي موجوده في الاغذيه، لان هذه ماده الميلاتونين موجوده ثاني في في الاغذيه والفواكه الى اخره. ولهذا نشوفوا يعني القانون هذا في الجزائر ماهوش معمول به، فنجد يعني ميلاتونين 3 او 4 ملي غرام موجوده كمكمل غذائي، وهي في الحقيقه كما قال المشكل هو الترويج، هو يعني الترويج في حد ذاته لهذه المكملات الغذائيه. وشكون راح يدفع الفاتوره؟ يدفعها المستهلك الجزائري، ولكن تدفعها الصحه العموميه، لانه احنا ما فائده وجود الاطباء الاخصائيين لما نلقى منتج يروج له صباحا مساء ليلا عبر قنوات، ونعلم جيدا انه هذا مجال ربحي كبير في المكملات الغذائيه، الجزائر ما راهيش استثناء، ولكن لما نلقى انه يروج لمنتجات ومكملات على اساس انها تساعد في الهضم وتساعد في الامساك، بينما ممكن جدا انه المريض مشكل على مستوى الجهاز الهضمي اللي يطلب طبيب اخصائي، لانه الالم يعني الله عز وجل لما خلقنا احنا بليفانر فاز هذا الالم راه لك دلاله على انه عندك خلل عضوي لازم تروح تتوجه وتعالجه. هناك الادويه اللي تخفف من الاعراض وتخفف من الالم، ولكن التخفيف المستمر من الالام والاعراض راه لك رايح يعقد المرض في حد ذاته. هذه لازم ماناش نخوفوا المواطنين، ولكن لازم ننقلوا وقائع. المكمل الغذائي راه ليك راح يخفف عليك الاعراض. علاش ذكرت لك انا تاع الامساك؟ سبحان الله، تشوف انت اشهار ملي تدخل على اساس تروح تاخذ ذلك السائل، الجهاز الهضمي تاعك راه تاح. اخي كريم، الامساك عنده اعراض اخرى، ربما تعاني يعني من سرطان القولون، ربما تعاني من اعراض اخرى، عوض انه تكون في اعراضها الاولى وتتوجه الى الطبيب الاخصائي اللي شخص لك الحاله نتاعك. من بعد كي ما لقيتش المكملات الغذائيه راهي ليك امامك، وجب الاشاره ايضا إلى أن الأغلبية نتاع هذه المكملات الغذائية تسوق خارج الإطار القانوني في الأسواق الفوضوية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. الأمس فقط كان لقاء يعني بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك حول التسويق الإلكتروني، وحول يعني موضوع هو آخر يعني بما يسمى الشبكة الإلكترونية المالية. تحدثنا على الثغرة القانونية اللي موجودة في قانون 0518 اللي يحدد ممارسة التجارة الإلكترونية، ما باعوش عبر الرابط بوان دي زاد يعني كما نقول احنا مسجل على مستوى وزارة التجارة، ولكن يبيعوا في مواقع التواصل الاجتماعي، نلقاوه يعني يروجوا لهذه الأدوية، يروجوا لبعض المكملات الغذائية. وشكون يحمي المواطن المستهلك مادام ما عندوش نظام تتبع يعني تراسابيليتي كما ذكر يعني طبيب الفاضل؟ يبقى يعني هو الوحيد اللي يدفع هذه الفاتورة. نأمل أنه يتم تشديد الرقابة على مستوى موانئنا ومستوى مطاراتنا، يعني باش ما تدخلناش وحدودنا، باش ما تدخلناش هذه المواد يعني
يعني اللي ما عندها حتى تعريف يعني على مستوى وزارة التجارة أو حتى يعني كما قلوا وزارة الصحة، ونأمل يعني نعملوا يعني بلي موايا دو بور اللي رمليك عندنا يعني إحنا باش نحدوا مجال انتشار المكملات الغذائية إن كان مجال ربحي الله يعاون كل واحد، ولكن مش على حساب الصحة العمومية ولا حساب صحة المواطن المستهلك الجزائري. شكرا سيدي. السيدة وردة، يعني كما قال هو حتى في الدول الأوروبية يعني هناك كاين دائما رقابة، الدول الأوروبية نلقاو بلي كاين هاد لي بلونت شينوازي تو سا، مي دائما بالرقابة. الإنسان لازم يفوت عند الطبيب يكون طبيب مختص، يعني وما عندهم تما الطب الصيني ويداولوا يعني هاد الأعشاب الصينية، يفوت عند الطبيب يشخص المرض، يخص المكملات الغذائية يعني نتكلموا عليها بالتحديد، يشخص المرض قبل ومن بعد يعطي له مكمل غذائي أباز دو بلونت اللي على حساب المرض تاعو. يعني السيد نعود لك السيد واسع، في حال تعرض مثلا المواطن لأخطار أو مضاعفات صحية جراء تناول الإفراط في تناول هذه المكملات، هل أنتم من تتكفلون يعني على العموم جمعية حماية المستهلك تتكفلون بحقه وتلجأ للقضاء، أو كيف يتم التنسيق بينكم وبين مثلا تعرضوا لحالة غش؟ نعم، هي أولا وقبل كل شيء وجب أن نعرف أنه حقيقة تعرض لهذه المضاعفات جراء قيامه باستهلاك هذه المكمل. نعم. بهذا استهلاكه هذا المكمل الغذائي. المضاعفات يحدوها أهل اختصاص اللي هم الأطباء بشهادة طبية ليعملها على مستوى مستشفى عمومي أو عند طبيب مختص في المجال. لما يتوجه من عندنا، لأنه هذه الأمور باش حنا نتوجه إلى المحاكم، محكمة يعني لازم يعني كما يقولوا قرائن، ولازم تكون فيها أدلة، ولازم تكون يعني للأسف الشديد مخابر يعني اللي راي لك ما نقدرش نقول لك غايبة، ولكن ما نقولكش ما عندناش مخابر متمكنة اللي تعطينا التركيبة الدقيقة والدقيقة جدا لهذه الخلطات. نحن كمنظمة على مستوى المنظمة عندنا أخصائيين يعني في كل المجالات، في مجال البيطرة، في مجال الطب، في مجال يعني التغذية، يعني اللي ممكن جدا أن نقدموا مقترحات. نحن قوة اقتراح سيدتي الفاضلة. نعم. تنظيمات حماية المستهلك هي قوة اقتراح، القرار ليس بيدنا. احنا طالبنا أن يكون فيه لما لا تكون القوانين التكميلية، نحن نطالب الإخوة المشرعين اللي راهم يشرعوا في القوانين أن تكون قوانين تكميلية لبعض القوانين اللي فيها فراغات والتي لم تحين. شوفي يعني لو نرجع 10 سنوات يعني للوراء فقط، ما كانتش أسواقنا تشهد هذا الكم الرهيب للترويج للمكملات الغذائية، ولكن نفس القوانين اللي ما زالها يعني سارية المفعول إلى يومنا هذا في ظل هذا الترويج. يعني العام الماضي كان فيه ترويج على مستوى الإشهارات كبير. نعم. وكبير جدا، وصل أنه حتى الإشهار سبحان الله يعني خص غير يحطوا على المغلف باللي خلاص هذا دواء ما تلجؤوش عند الأطباء. أصبحت يعني المحلات التجارية كما ذكرنا يعني مقبل في الروبورتاج، محل ما هذا الأمور يعني كما قولي خضع للرقابة عنده بيع المواد شبه الصيدلانية. نعم. محلات تجارية للزيوت والعطارة تنبع فيها، المقاهي نتاع الشاي أصبحت تعرض يعني هكذا يعني في المواقع التواصل الاجتماعي، تعرض في الأسواق يعني الفوضوية. الصيدلي والله يعني ربما مع احترامي لكل الصيادلة والإخوة الصيادلة يعني راه ليك راه دكتور في مجال الصيدلة، الصيدلي يعني استشارة الطبيب، وحنا نلقاو حتى في الوصفة استشارة الصيدلي. أنا معك، ولكن باش نروح نستشر أنا صاحب محل تجاري ربما لا يحوز على الخبرة الكافية وما راه ليكش أهل الاختصاص، كيفاش راه ليك رايح يحدد؟ الآن الجزائر. نعم. ما عندهاش يعني مدارس ولا تكوين في المجالات تاع هذه المكملات أو تحضير الخلطات هذه النباتات الطبية. نعم. ما كاش، فلهذا يعني الكورسوس الوحيد يعني البرنامج الوحيد اللي فيه يعني تكوين علمي دقيق على النباتات الطبية وعلى الفيتامينات هو التكوين الصيدلي. ولهذا احنا كصيادلة نطلبوا باش هذه المكملات الغذائية تخضع اولا كما قال الاخ تكون رقابة وتكون قوانين اللي تنظم هذا الإطار. ثانيا تكون يعني هذه المكملات الغذائية اللي تحوي على كما قلت القائمة السلبية والقائمة الإيجابية. نعم. اللي لازم الجزائر تمشي في هذه الخطوة باش تديرها على يعني تجسدها في الواقع. نعم. تكون في أيدي الصيادلة ماهوش. نعم. في أيدي يعني متاجر اللي ما يعرفوش لهذا المشي
متكونين في الامور هذه. يعني هذا هو يعني باش نقدروا اون اسيغ لا سيكوريتي يعني الامان اللي في هذا المجال تاع المكملات الغذائيه. هو حق من حقوق المستهلك، اول حق من حقوق المستهلك هو الامان وحق المعرفه، خاصه التحاليل المدققه فيما يخص المكملات الغذائيه. لازم نلقاو في الوصفه التحديد المدقق للكميه وحتى الكميه المحدده لاستهلاكها يوميا، وتحديد الفئات العمريه كما الوصفه الطبيه. الوصفه الطبيه هي كيقوم بتحديد السن بالفئات الامراض والاعراض الجانبيه. لحد الساعه مازال ما لقيتش مكمل غذائي في الوصفه نتاعو مكتوبه اعراض جانبيه، ما كانش حاجه كماليه. الكمال لله عز وجل، الكمال يعني الكمال المطلق هو يخص الله عز وجل، ولكن هذه مواد رغم انها طبيعيه ولكن فيها اعراض جانبيه. من يحدد التركيبه الدقيقه لهذه العناصر الكيميائيه ما دام تصنع على مستوى المصانع؟ باسكو ما دام لحقنا الاشهار عبر قنوات تلفزيونيه سكرنا لحقنا المرحله التصنيع، ومرحله التصنيع من المستحيل أن تكون العناصر 100% يعني طبيعيه. يعني في التصنيع كاين كما كنت قلت كاين دو ريزو. نعم كاين لو ريزو فارماسيوتيك، هنا كاين اطار قانوني معروف لي يعني صيدلاني اللي يخضع لقوانين التصنيع الصيدلاني. بارك الله فيك. هنا ما يعني ما كاش مشكل، لان يخضع للرقابه، يخضع للرقابه والملف معروف ويوضع على مستوى الوزاره الى اخره. لكن هناك يعني جانب اخر، يعني نوتر ريزو اللي كاين مكملات ما تخضعش لهذا، هي مصنعه دخلت بطريقه غير قانونيه لا تحوز حتى على رقم الحصه. إيه؟ ولي نحذر من هذا البلاطو، نحذر المستهلك انه ياخذ منتوج واي منتوج مكمل غذائي واي منتوج على غرار كل المنتجات لا يحمل العنوان ولا يحمل الرخصه او حتى رخصه المستورد. لازم تكون عندك المعلومه المضبوطه، لانه حتى ولو كان منتوج ناجع وتدخل بالكود كيو ار يعني بالرمز الالكتروني وتلقاه، ما تشريش وما تاخذوش، لانه التقليد مس كل المنتجات تقريبا يعني بالكامل. على الاقل استهلك جزائري، ولهذا لازم تكون تراسابيليتي معلوم في هذه الاسواق هذو، ولا ما يسمى هذا اللي شفناهم في الفي تي ار، المحلات هذه اللي شبه صيدلانيه ولا كيفاش، محلات تجاريه. هنا نطرحوا السؤال، هل هناك يعني فواتير افيك تراسابيليتي؟ منين راهم يجيبوا هذا لي برودوي؟ هنا يعني السؤال يبقى مطروح، ولهذا نطالب باش تكون اون سيكوريزاسيون يعني تامين هذا لو سيركوي يعني هذا تاع لا ديستريبيسيون تاع هاد لي برودوي يكون تامين بالقانون وب يعني الرقابه. سيد كبور، يعني فيه منظمه على ما اظن وطنيه تم تاسيسها مؤخرا في السنوات الاخيره تضم 30 باحث من مختصين او باحثين جامعيين، اطباء، صيادله، وحتى خبراء في مجال الاعشاب. هذه المنظمه تقوم بالمراقبه القبليه والانيه وحتى الرقابه اللاحقه، يعني وهي ايضا يعني من مهمتها الاساسيه حمايه المستهلك. نعم اظن بالتنسيق ايضا مع التنسق ايضا مع وزاره التجاره والجمعيات ومنظمات حمايه المستهلك. نعم دور اين وصل دور هذه المنظمه؟ يعني على كل حال كما كنت نقول كاين مشكل تاع فراغ قانوني. وهل تعمل في الميدان يعني هذه المنظمه؟ نعم هي على كل حال حديثه النشاه، ما عندهاش يعني وقت كبير من اللي بدات تعمل وتشتغل في الميدان، ولكن هي على كل حال المشكل الكبير هو لازم نوضعوا الاطار القانوني لكل هذا، حتى تكون يعني اون فورس دو يعني قوه في يعني تطبيق هذه القوانين. وبدات يعني عندها عامين ثلاث سنين، وراحت هذه اللجنه من وزاره الصحة، وزارة التجارة، وزارة، وكنت يعني أنا من الذين شاركوا في هذه اللجنة، ورانا يعني نعاودوا نرجعوا هذا يعني الملف
بيسك رانا في حصه اوراق من ملف نعاودوا الملف هذا نرجعوه على التحيين تاعو لانه نسي بعض الماء بعض الاخر نسي ونحاولوا باش نحينوا هذا الموضوع لان كما تفضل الاخ راه المشكل بدا يتفاقم وبدات المواد كثرت وما اللي عندنا 20 سنة للوراء ما كانش هذا الأمر هذا يعني بهذا الكثرة تاع المواد إلى آخره. سيد الواسع فيما يخص فقط المشاريع هل فيه مشاريع تم تقديمها للسلطات المعنية لتأطير يعني وضبط أمور هذه السوق المكملات الغذائية باعتباره سوق واعد هو سوق مربح بطبيعة الحال وهل هناك توجه من قبل مثلا خبراء الدواء هنا في الجزائر نحو صناعة هذه المكملات الغذائية؟ يعني بكل صراحة نحن كمنظمة جزائرية للدفاع عن حقوق المستهلك لسنا ضد أي متعامل تجاري يخدم المستهلك ويخدم الوطن ما دام يعمل في الإطار القانوني ما دام يعمل لوضع إضافة باش تكون عنده إضافة وما يضرش بالصحة العمومية فأهلا وسهلا ومرحبا المنظمة تفتح يعني كما قلوا أبوابها ونتمنوا أنهم هم أيضا يفتحوا الأبواب نتاعهم لأنه صحيح يعني التحصيل المالي والربح المالي جراء التسويق لهذه المنتجات حق مشروع لكل شخص ولكن فيما يخص يعني تسويقها والترويج لها بهذه الطريقة التي أثرت حتى على المستهلك حنا تلقينا يعني شكاوى فيما يخص الكم الهائل من هذه الإشهارات المعروضة على مدار الساعة وفي توقيت محدد يعني هذا يعني في الإطار هذا ولكن نأمل إن شاء الله لأنه مجال الاستهلاك مجال واسع وواسع جدا نحن لا نريد أن يتشكل عندنا لوبي فيما يخص التسويق لهذه المواد لأن السكوت على بعض الأمور هو اللي يخلي الكثير والكثير يتجاوزوا الحدود حتى الحدود القانونية نحن كمنظمة الحمد لله سنعمل على وضع مقترحات قلت لك احنا قوة اقتراح نقدموا مقترحات فيما يخص بعض القوانين اللي تخدم المستهلك لأنه لا وجب أيضا تحيين قانون المستهلك لأنه قانون المستهلك الجزائري 0309 يعتمد على القوانين الثمانية للحقوق الثمانية لحماية المستهلك وأعيد تحيينه يعني تحيينه ولكن نأمل أن القوانين التشريعية والمراسيم التنفيذية تتماشى مع متطلبات المستهلك يعني في هذه الآونة رأوا انتشار كبير وكبير جدا لهذه المكملات الغذائية وجب وضع يعني حد بقوانين تكون صارمة ماشي باش نقضيو على المستثمرين المنتجين لا راه حق من حقوق المستهلك أن المواطن يلبي الرغبات نتاعو راه يدفع المقابل ولكن يدفع المقابل ويلبي الرغبات نتاعو ولكن باش يرجع ليه بالنفع لأنه قلت لك كل مواد الاستهلاكية اللي ضر المواطن راح تدفع الفاتورة تاعها الصحة العمومية ووزارة الصحة الكل راه يصب سواء في المواد والمضافات الغذائية أو من المكملات الغذائية أو كل شيء عنده علاقة بالاستهلاك راح يضر بالصحة العمومية وكما نعلم راح يكلف الخزينة العمومية يعني أموال وأموال صعبة جراء يعني التداوي جراء يعني كما قلوا مضاعفات من هذه المواد. حبيت نزيد إضافة يعني في المجال هذا تاع المكملات الغذائية كما تفضل الأخ على يعني التأمين تاع الصنع وتاع لا كوميرسياليزاسيون يعني تجارة هذه المكملات الغذائية هذا هو الهدف المهم ولكن نشير إلى دراسة قامت بها يعني مكتب إيطالي في الثمانينات وهذا مكتب إيطالي عالمي قام بدراسة هذه الدراسة شملت يعني مسح للنباتات الطبية في الجزائر والمنتجات الخالية العسل فهذه الدراسة أثبتت أن الجزائر عندها يعني طاقة لتصدير هذه المنتوجات إلى يعني الخارج بحوالي 5 مليار دولار هذه الدراسة راهي موجودة في يعني في موجودة إلى حد الآن في هذا المكتب الدولي فلهذا فكاين يعني طاقات تاع إنتاج تاع نباتات طبية اللي راهي يسحقوها في العالم بأسره ولي برودوي دو لا روش يعني المنتجات الخالية اللي عندها مزايا للصحة تاع الإنسان واللي نقدروا يعني بشرط
تكون يعني إطار قانوني كما قلنا ليسمح بتأمين الاستهلاك تاع هذه المواد عن طريق يعني ممتهنين في الصحة صيادلة وأطباء إلى آخره، نقدروا يكون يعني مصدر تاع نفع للاقتصاد الوطني وللصحة العمومية في عوض ما يكون مصدر تاع كما كنا نقولوا يعني تاع مشاكل صحية. هذه دكتورة وردة جراد، يعني هل عندك يعني نصائح تقدميها وأنت مختصة في التغذية تقدميها للمواطن؟ يعني كما قال السيد الكريم، يعني صح المكملات الغذائية عندها يعني فوائد كبيرة ولكن في حدود المعقول. يعني أول حاجة الإنسان لازم يروح عند الطبيب اللي يكون مختص وكي ناخذوا حتى المكمل الغذائي. يعني هنا ما لازمش يعني الانسان ثاني ينسى لو كوتي كيما قال تاع لا نوتريسيون تاعو، لانه التغذيه السليمه هي اللي تعطينا يعني جسم سليم. اول حاجه يعني المكمل يقعد دائما مكمل غذائي، يعني يعني حتى كي ناخذوا المكمل الغذائي كما ذكرت في الاول هناك يعني كذلك صعوبه في الامتصاص هذا المكمل الغذائي. وهنا نعاود نرجع للطريقه الصحيه، لطريقه الطبخ، الاكل الصحي، الابتعاد على كل ما هو مشروبات غازية إلى آخره. يعني هنا باش يكون حتى كي ناخذوا هذا المكمل الغذائي يكون ممتص بطريقة جيدة يعني من جسم الإنسان. نعم سيدتي. نعم. شكرا. سيد الوسع. والله صراحة وجب يعني أخذ استشارة الطبيب أو الصيدلي وأهل الاختصاص في أخذ هذه المكملات الغذائية. المكملات الغذائية ليست بوصفة سحرية نهائية ودواء كامل، إنما هي كما قالت الأخت الفاضلة الطبيبة هي عبارة عن مكمل غذائي. لا تقتنوا المكملات الغذائية التي لا تحوز على عنوان المصنع وخاصة رقم الحصة. شفاو أنه فيه تلقاو في المغلف رقم الحصة، يعني أي مشكل يقع تتوجه لأي مديرية تجارة أو الرقابة أو توصل مع المنظمات. يعني الحمد لله راه عندنا 6 منظمات حماية المستهلك ذات طابع وطني. نعم. 6 يعني اللي راهي في الدفاع وناهيكم على الولائية والبلدية، يعني تتوجه لها أو المصالح التجارية لتقديم شكوى ويبقى الغذاء المتوازن. ونحن والحمد لله الجزائر نظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يعتبر من أنجع ويعني أقوى يعني الأنظمة الغذائية، يعني لأنه غذائي نظام غذائي متنوع. ونتمنى إن شاء الله الصحة والعافية للجميع إن شاء الله. نضم صوتي لصوت الإخوة، يعني الأهم هو تكون يعني التغذية الصحية سليمة. ولكن ملاحظة، وفي الحقيقة نعم النظام الغذائي المتوسط المغرب العربي بصفة عامة، المغرب العربي مليح مهم، ولكن ما نلاحظه هو الابتعاد، بدينا نبتعدوا على هذا النظام. ولهذا مليح نرجعوا إلى النظام هذا باش نتفاداو الوقوع في أمور هذه تاع المكملات إلى آخره. شكرا لهذه التدخلات القيمة. إذن تشخيص النفس بالنفس واللجوء إلى المكملات الغذائية من تلقاء الذات دون استشارة الطبيب أمر وجب تفاديه، فكل ما يدخل الجسم تأكد من أنه نافع بنسبة أكبر من أن يكون ضار، فلا يجب المجازفة بالصحة. فالتهاون في الأعراض الجانبية لهذه المكملات الغذائية قد يعود بالأذى وأحيانا يؤدي إلى الموت. ختام عدد اليوم، إلى الملتقى بحول الله.